أعلن وزير الخارجية الجزائري اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت قطع العلاقات مع المملكة المغربية، ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت الجزائر يوم الأربعاء الماضي عن إعادة النظر في علاقتها مع المغرب، متهمة الرباط بمساندة الحركة المطالبة باستقلال منطقة القبائل. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة اليوم الثلاثاء إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يأتي بسبب الأعمال العذائية وفق تعبيرها. كما أضاف العمامرة في مؤتمر صحفي، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم الثلاثاء، وأضاف القنصليتان الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، ولن يتأثر مواطن البلدين بهذا القرار وفق تعبير وزير الخارجية الجزائري في المؤتمر الصحفي.